خلاص احنا على الهواء ذابحه رحت تطلع التلفزيون، فرحانه اليوم الحلقه الاولى فرحانه تطلع التلفزيون. سويت الريوق، المهم خلينا نكمل شغله، لا تجين هسه خلينا نكمل الشغله. سوينا الريوق، حطيت الجبن، حطيت الشاي، اريد اتريق، اريد اصحصح، قلت لها بتفضلي خلينا نضيفك، خلينا نشوف ايش عندك اليوم. طارت 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 طارت، وين اجت وكرت؟ احلى استكانة الشاي مالتي على الاستكان بالضبط. يوم عودة ارتاح اني هيك كان، ما اقول لكم بعد سويت العصفورة، ما اقول لكم بعد سويت، والله بحجة اني ما عندي مثانة، اني عصفورة ما عندي مثانة، ما احكي لكم بعد. هاي حجة العصافير طبعا، هي قصة اني سويتها. يوم عودة ليش محطين شاي وصار جبن وشاي بيناتنا، ليش هيك سويتي باول قعدة؟ قالت لي انت شلون تشربين شاي ابو الكاسه والناس اكو غيرك يشربون شاي الحصه؟ ليش اكو؟ قالت لي ان هي اثناء الفره مالتها تروح تشوف اخبار الناس شو قالوا لها العصفوره، انه يابا احنا يا اما شاي الحصه ما يتخدر يا اما احنا ما نعرف نخدره. فجتي قالت لي رسل الناس لا يقولون ان احنا ما نعرف نخدر شاي الحصه. انا عاد دورت، قلت خل ابحث، دورت كتب وصفات شيف خبراء الطبخ، ماكو اي وصفه لتخدير شاي الحصه. دوروا وراح تشوفون، ما راح تلقون اي وصفه بالكتب عن شاي الحصه، ما راح تلقون. الى ان لقيت شخص خبير وشيف وقال لي انا اعرف اخدر شاي. قلت له اوكي، عاد يعرف ما يعرف ما ندري، خلينا نشوف الله اذا يعرف لو لا. اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين، ونقدم لكم حلقه جديده من برنامج طبخه اليوم، وطبختنا لهذا اليوم هي طبخه شاي الحصه. طبعا كلكم تعرفون انه الشاي طبخته سهله، لكن مع شاي الحصه الامر مختلف تماما. ليش؟ لان شاي الحصه به مميزات وفوائد كثيره جدا. طبعا احنا خلينا لكم شاي بهذا الصحن حتى تشوفونه بشكل اوضح. جاي تشوفون هذا الشاي طبعا خشن وناعم، هم منك مسوينا كوكتيل، يعني تعرف بعض الناس اذواق، وايضا لونه جاي نشوفه مو اسود طوك، لا يعني باحمرار على زنجاري على ترابي. طبعا هذه كلها فوائد، كلها فوائد، يعني شكلكم المعادن كلها خابطينها وجايبينها بهذا الشاي زين، اللي هو شاي الحصه. طبعا راح نسوي هسه احنا وياكم شاي الحصه، شوفون الطريقه، ركزوا لان المقادير مهمه جدا. خلي نجيب احنا الماي، فورنا ماي، نخلي طبعا شويه ماي، ما يحتاج نخلي هواي لان هو يعني هو شاي محترم وشاي له مميزات خاصه. الان نخلي الشاي، ايش قد نحتاج احنا؟ طبعا نحتاج 4 غرامات، فالخاشوقه هاي غرامتين، اها هاي وحده وهاي وحده، صار عندنا 4 غرامات. اذا ننتظر الان يفور الشاي، بين ما يفور خلينا نحكي عن مميزاته. طبعا جاي تشوفون يمي مجلات، هذه المجلات هي مجلات طبيه وعلميه صادره من افضل الجامعات المختصه بموضوع الشاي، وكلها تحدثت عن شاي الحصه. خلينا نشوف المجله الاولى، طبعا هذه المجله صادره من جامعه السوربون، تتحدث في مقاله عن شاي الحصه. هذه المقاله تقول انه شاي الحصه له مميزات مهمه، ومن اهمها يعالج الصلع. نعم يعالج الصلع، بعد ما يحتاج انت تروح تدور اعشاب وتدور ابر وكذا، لا خلاص شاي الحصه هو كفيل بهذا الموضوع. يقول لك 4 غرامات ترجع لك شعرك، تريده سبل حط له بعد غرامين، تريده سبايكي حط له بعد غرامين. هذا موجود بهاي المجله اللي صادره من جامعه السوربون. نشوف المجله الثانيه ايضا، خلينا نشوف شنو تحدثت عن شاي الحصه واهميته وفوائده. اكو مقال مكتوب هنا عن شاي الحصه، نعم هذا هو المقال، هذا المقال عن شاي الحصه. طبعا هذا خاص بالاطفال، احنا نعرف اطفالنا طبعا كلهم متعرضين الى امراض الحصبه وغير الحصبه وهذه الامراض الكثيره المنتشره، لكن شاي الحصه يقضي على كل هذه الامراض، بي بروتين، بي حديد، بي صوديوم، بي بوتاسيوم، بي كل هذه الامور، اذا يقضي عليها شاي الحصه. يعني عزيزتي الام انتبهي، بعد ما حاجه تلقيحات وعلاج وشراب وابر وكبسول، كل هالامور استغني عنها، وين تجين؟ الشاي الحصه هو اللي يعالج اطفالك. خلينا نشوف مقاله او مجله اخرى.
أيضا هذه مجلة طبية مهمة، هاي المجلة أيضا ناشرة بحث كامل، طبعا مجموعة من الأطباء اشتركوا به، وهذا يخص السمنة. طبعا عندنا جماعة كبيهم اسمان وكروش ويردون يضعفون وتلقى يركض وحمية غذائية، هذا الأمر أيضا ما يحتاج. عندنا شاي الحصة هو يعالج هذا الموضوع. شلون يعالجه؟ تاخذ من عنده 5 غرامات بس، يشفط شكو دهن بجسمك، يشفطه ما يخلي، يشفطه شفط. بس دير بالك انت طبعا مو تجي وتخلي لك 10 غرامات والله تي تضعف زايد، انه بلنا شافط المعدة شافط الكلى، هاي سالفة ما مسؤول عنها، لكن تخلي 5 غرامات هو راح يشفط شكو دهن بجسمك، وبالتالي راح تتميزون بقوة وبنية جسمانية ممتازة. طبعا هذه مرة ثانية الآن نراويكم هذا الشاي حتى تشوفون شكله وتتأكدون من عده وتستخدموه شاي الحصة. أعتقد الآن الشاي خدر وكمل، طبعا ما أقدر أوصف لكم الرائحة اللي جاي تنبعث من هذا القوري، رائحة جميلة جدا. تعرفون ليش؟ الله الله على شاي الحصة، لأن هذا الشاي يعني مصنوع من خلطة من العطور الفرنسية. يعني هسه تباشر عقبة تطلع المكان ما يحتاج بعد تشتري ريحة وترش، لا تجي توقف يم القوري تخدر شاي تفتح لك فرتين على القوري، ملابسك وجسمك يشبعون بهذا العطر الجميل. الآن خلي نصب لنا استكانة شاي حتى تشوفون لونه وشكله. بالمناسبة شكر ما يحتاج، بس خاشوقة كافي، لأن هذا محلى من قاعة، منك يجيك محلى منك. إذن نخلي نص خاشوقة شكر، وبعدها نصب الشاي اللي هو شاي الحصة، هذا الشاي الرائع والفوائد الكبيرة بهذا الشاي. شوف اللون، طبعا الطعم راح تجربونه وتذكرون كلامي، والعطر أيضا يفيدك بالشاي وبالطلعة. إذن هذا هو شاي الحصة. الله ألف عافية. بالمناسبة قبل لا أنسى، طبعا بعد شاي الحصة كل احنا خلينا نقول وداعا لقراءة الفنجان. طبعا دائما احنا نشوف المرأة تحب بعد ما تشرب القهوة تقرأ الفنجان، طبعا هسه هذا شاي الحصة موجودة بهذه المميزات، لأن بعد ما تخلص الاستكانة راح تشوف اكو خرائط، هذا مستقبلك، خرائط راح ترسم داخل الاستكانة، هذا مستقبلك. وطبعا أنا بالمناسبة أنصح زعماء العرب مو اللي راحوا، اللي باقين، أن يستخدمون شاي الحصة حتى يشوفون طالعهم ومستقبلهم بهذه الاستكانة. إذا المشاهدين في الختام أقولكم جربوا شاي الحصة وعلى مسؤوليتي. في أمان الله.